انت لسه صاحي؟ انا مش عارف انام ليلى. انا حاسس اني امي وحشاني قوي. انا من ساعه ما جيت البيت ده وحاسس بيها في كل حته، وبالذات لما اتعرفت على قرايبي اللي تحت دول حسيت اكتر اني وحشاني جدا، اني عاوز احضنها. مش عارف. الله يكون في عونك، حاسه بيك والله. ان شاء الله تلاقيها. انا بابا وما يوحشوني قوي. يا ترى عاملين ايه من غيري دلوقتي؟ ما تقلقيش، اعتبري نفسك في اجازه مع صحباتك، ولو اخدلك يومين في اي فندق قاعده فيها. اجازه؟ تخيل ان انا عمري ما خدت اجازه ولا حتى سافرت لوحدي الا بس عشان فرح في الغردقه ولا في الشرم. يعني على طول معاهم، مي وبابا اهم حاجه عندي في الدنيا. ليلى، انا ممكن اسالك سؤال شخصي؟ اتفضل. عمرك ارتبطتي بحد؟ لا 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 لا، انا ما بفكرش في الحاجات دي خالص، شخصيتي يعني. طيب ما حبيتيش حتى وانت صغيره او في فتره المراهقه؟ ما حبيتيش حد او حد حبك؟ حد مسك ايدك وشك احمر؟ انا حاله خاصه. المراهقه بتاعتي عشتها مع مرض امي مستشفيات، 4 سنين من العذاب والالم لغاية ما ماتت الله يرحمها. الله يرحمها. ساعتها بقى كانت صغيرة قوي، تقريبا أنا اللي ربيتها. بس ده ما يمنعش إنك تعيشي حياتك برضو. أنا عايشة حياتي، عايشاها، يمكن مش كاملة وخالتي ماتت من الكانسر، وجدتي بنت خالتي ماتت من الكانسر. أنا مستنية دوري. يا ماما ماتت من الكانسر؟ مرض وراثي عندنا،